تقبل تهانينا نقول بارك الله، تقبل تهانينا نقول بارك الله. حي العروسين أجمل التهاني، حي العروسين أطيب التهاني، حي العروسين أجمل التهاني، حي العروسين أطيب التهاني. حسدك ويكرهك فربنا يحفظك، ويا عريس تحية خذ لك منا وصية، يا عريس تحية خذ لك منا وصية، ويا عريس تحية خذ لك منا وصية، الكلام تسمع هو انتوما ادم على حسن النية وتعيش عيشة هانية، يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين. ومن شر الوساوس، الله يحفظك من إبليس ومن شر الوساوس. عرسنا يا الشاب.
أجينا نبارك ونهلي زين العرسان أجينا نبارك ونهلي زين العرسان أقول معنا يا أحباب مبروك عليه سنات الآية لا تقرا عليك مش هيطبق عليك الناس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم أتصنت لا تخرجوا إلا من بيوتهم ولا خزنا إلا وياتينا بفاحشة مبينة وتلك حظوظ الله ومن يتعدى حظوظ الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو يحسبه إن الله بالغ أمره قد سأل الله لكل شيء قدره والله يا إسلامين المحيض من نسائكما إن ارتبت فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكف عن سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضينا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف صدق الله مولانا العظيم سمعتي مزيان فهمتي كلشي طيب راكم تفرجتوا صوت وصورة